بشأن الملف المخفيين قسريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف الدكتور ناجي حرج، مدير مركز جنيف للعدالة. دكتور ناجي مرحبا بكم. يعني المركز طالب بالكشف عن مصير كل المخفيين قسريا في العراق، لكن السؤال المطروح هنا سيد ناجي، ما الذي يؤخر أو يعوق تحرك الحكومة للكشف عنهم؟ اهلا وسهلا بكم. الشيء الاساسي الذي يؤخر تحرك الحكومه هو عدم وجود اراده سياسيه. لو كانت لدى السلطه القائمه في بغداد اراده سياسيه للكشف عن مصير كل المفقودين والمخفيين قسريا منذ سنوات طويله لكان راينا نتائج على هذا الصعيد. لكن للاسف دائما السلطات العراقيه نجدها تحاول أن تغطي على هذا الأمر من خلال الادعاء بأنها شكلت لجان وأن هذه اللجان هي التي ستقوم بالبحث، أو أنها ليس لديها معلومات مؤكدة أو وثيقة عن هؤلاء المخفيين قسريا، وهي بالحقيقة لديها كل المعلومات، ونحن متأكدون أنها تعرف أين هؤلاء المخفيين قسريين، لأنه العدد ليس 100 أو 200، نحن نتحدث عن مئات الآلاف. يعني نحن قدمنا في تقريرنا إلى لجنة الاختفاء القسري في جنيف، قدمنا رقم بأنه قد يصل إلى 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 المليون، بقياسا إلى 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 عدد من يتصل بنا والقوائم التي تصلنا وغير ذلك. وبالتالي يعني من غير المعقول أن يتم إخفاء كل هؤلاء والحكومة لا تعلم بهم. طيب دكتور، يعني هل حددتم الجهة التي تقوم بعمليات الخطف؟ من هي الجهة يعني؟ نحن حددنا ذلك بوضوح في تقاريرنا. أولا، عند حالة الاختفاء القسري تتم عندما يتم اعتقال أشخاص ثم بعد ذلك لا تعترف الجهة التي اعتقلتهم. طيب. فأول من قام بهذا الأمر هي السلطات الحكومية. وزارة العدل قامت بعمليات اعتقال ثم تنصلت من الأمر، وزارة الداخلية أيضا قامت بهذا وتنصلت من الأمر أيضا، ثم دخلت الميليشيات على الخط. الميليشيات التي اعتقلت الآلاف من الأبرياء سواء في الدور أو في الفلوجة أو كما رأينا في الأنبار على سيطرة جسر بزابز وغير ذلك. فإذا كل هذه الجهات هي تشترك في عملية الإخفاء القسري لمئات الآلاف من العراقيين وهي مسؤولة عنه. طيب دكتور، يعني لماذا تتبع سلطات حكومية كما وصفتها أنتم، وزارة العدل، الداخلية، الميليشيات، يعني لماذا تقوم بعملية الإخفاء؟ ما الغاية، ما الهدف من وراء ذلك؟ هذا يعود بالتأكيد إلى فلسفة السلطة القائمة، للعقلية القائمة للمتنفذين بهذه السلطة. للأسف العقلية الطائفية هي التي تقود تصرفات هذه السلطة. عقلية الانتقام هي التي تقود تصرفات هذه السلطة، ونراها واضحة في مجالات عديدة. وبالتالي نحن أشرنا البعد الطائفي الواضح جدا لعمليات الاختفاء القسري. طيب. نحن نتحدث عن مواطنين من مدن معينة ومكون معين، فهذا الأمر هو الذي يؤدي إلى عملية الإخفاء، لأن هذه السلطات لا تريد أن تضع هؤلاء في سجون معترف بها خاضعة للزيارات أو غير ذلك. مع أن هنالك أيضا مئات الآلاف في السجون الحكومية، لكن في ظروف قاسية جدا يخضعون إلى معاملة سيئة، يخضعون إلى التعذيب. طيب. دكتور، هناك جهة أفرجت عن 30 معتقلا من مختطفي الرزازة والصقلاوية حتى هذه اللحظة، يعني حسب ما ورد من بعض المختفين قسريا أنهم قد اختفوا وأخفوا بمعنى أصح في منطقة جرف الصخر. الحكومة تخشى من حتى لا تصرح عن هذه الجهة؟ الحكومة ضالعة في الأمر. الحكومة ضالعة في الأمر. الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عن تدمير مدينة جرف الصخر ثم تحويلها إلى هذا السجن الكبير،
ونحن تابعنا موضوع جرف الصخر متابعة تفصيلية بشهادة شهود من أهل المنطقة. رفضت الدولة مساعدتهم في العودة إلى مناطقهم لأنها تعرف أنها تحولت إلى جسر إلى سجن كبير من قبل أشخاص متنفذين في هذه السلطة. هادي العامري كان يقود العمليات علينا، هذا أمر أصبح واضح جدا. طيب. وبالتالي يعني هذا الموضوع الذي تتستر عليه الحكومة دائما. طيب دكتور، هذه القوة أو السلطة الغير محدودة للميليشيات من وجهة نظركم إلى أين تقود العراق وحقوق الإنسان، لا سيما أن هيئة علماء المسلمين تحدثت عن تجدد الانتهاكات في مدينتي الفلوجة والقرمة؟ هذه الميليشيات إلى أين تقود العراق وماذا عن ملف حقوق الإنسان؟ هذه الميليشيات قادت العراق أساسا، قادت العراق منذ بروزها بعد 2003 إلى فوضى عارمة، ثم تعمقت هذه الفوضى بعد عام 2014. فالمشهد الأمني والسياسي في العراق هو في حالة فوضى كاملة. هنالك غياب تام لسيادة القانون، هنالك غياب تام لأجهزة الدولة والمؤسسات الدولة في القيام بواجباتها المنصوص عليها حسب الدستور والقوانين، لأن الميليشيات هي من يتدخل، الميليشيات هي من تقرر من يطلق سراحه ومن يعتقل ومن يحال إلى المحاكم، وللأسف يعني تهيمن حتى على عمل القضاء، وهذا هو الخرق الكبير والفوضى العارف في العراق الذي يزيل مفهوم الدولة تماما ويضعنا أمام مفهوم الدولة الفاشل. طيب دكتور، بالمحصلة تعتقد أن القضاء العراقي يعني يقف عاجزا عن محاسبة المتهمين بالإخفاء القسري حتى ولو مستقبلا؟ مستقبلا لا نستطيع أن نحكم الآن. طيب. الذي أمامنا الآن أن القضاء للأسف لم يقم بواجبه في محاكمة ومحاسبة كل المتهمين، والمتهمين معروفين لديه، سواء الذين يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان، إخفاء قسري، إعدامات صورية، أو الذين يقومون بالسرقة ونهب المال العام. القضاء عاجز تماما، لأن القضاء أصبح مسيس، القضاء مسيطر عليه من قبل السلطة التنفيذية، وأيضا هنالك هيمنة كبيرة للميليشيات على أجهزة القضاء، وهذا الأمر يؤسف له. نأمل في المستقبل، لأنه هذه جرائم، يعني الإخفاء القسري وما حدث من التعذيب وما حدث من انتهاكات جسيمة أخرى، هذه جرائم لا تسقط في التقادم، ونأمل مستقبلا أن يعود القضاء العراقي إلى استقلاليته وإلى حصانته، وبالتالي يحاسب كل هؤلاء المسؤولين عن هذه الانتهاكات. دكتور، علمنا أنكم أرسلتم يعني في المركز، مركز جنيف للعدالة، أرسلتم أكثر من كتاب معنون إلى الأمم المتحدة بشأن المخفيين قسريا، كيف تقيم دور الأمم المتحدة في ذلك؟ لا، نحن وثقنا كثير من حالات الإخفاء القسري، ودعني أن نسيت أولا أن أهنئ عوائل الذين أطلق سراحهم. نعم. ونتمنى وطالبنا أن يتم العمل لإطلاق بقية المفقودين. إطلاق سراح هذه المجموعة حقيقة يبعث في نفسنا وفي نفوس الأهالي طبعا الأمل في أنه يتم إطلاق البقية. الأمم المتحدة تحركت فيما يتعلق بهذا الموضوع على لسان المفوض السامي نفسه، كانت هنالك بيانات متعلقة تماما بموضوع الاختفاء القسري، كانت هنالك رسائل إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق، كان هنالك تواصل مع السلطات العراقية من قبل الأمم المتحدة. الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أيضا وضع هذا الموضوع بعد طلبنا منه وربما منظمات أخرى على جدول أعماله، وطالب الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات من أجل الكشف عن مصير كل المختفين قسريا، وهذا الأمر سنواصله، يعني هو جزء من العمل اليومي الذي نقوم به مع أجهزة الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراح كل الذين أخفوا قسريا خلال السنوات الماضية. من جنيف الدكتور ناجي حرج، مدير مركز جنيف للعدالة، شكرا جزيلا لكم.